يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الأعذار التي يعذر أو ما الأمراض التي يعذر فيها الإنسان عن حضور الجماعة؟ وهل هناك حد يجب أن يصل إليه المرض قبل أن يعتبر هذا الشخص من أهل الأعذار؟ فمثلا المصاب بالزكام هل يعتبر مريضا فيعذر عن حضور الجماعة؟ المرض الذي يعذر به هو المرض الذي يتأثر إذا خرج للمسجد، إذا يتأثر به إذا خرج إلى المسجد ويزيد عليه المرض بسبب خروجه، يتضاعف عليه المرض، أو أن المرض يعجزه، عنده عجز جسمي يعجز عن المشي ويعجز عن الركوب، الأعذار تختلف والأمراض تختلف. نعم.